ومنوصل لمساحة جمالية وإبداعية أضاءت على جمال الخط العربي بطريقة جديدة وعلى لوحات من الأقمشة. هذا الشيء تحقق ضمن معرض ضم مجموعة من السيدات السوريات المشاركات بمشغولات يدوية حملت حرفية عالية وأظهرت مدى جمال الحرف العربي ضمن معرض حمل عنوان حرفي هويتي الذي أقيم في متحف الخط العربي. لنتعرف أكثر مشاهدينا عن المعرض، بيسعدنا أن يكون معنا لليوم ليلى طباني عضو في مجموعة إبرة وخيط. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي. وأكيد صباح الراعي عضو في مجموعة إبرة وخيط ومشاركات في المعرض، يسعد صباحكم. صباح. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نبدأ مع حضرتك أستاذة صباح، نتعرف حرفي هويتي يعني عنوان لافت اليوم لمعرض المشغولات اليدوية، نتعرف أكثر على هذا المعرض وسبب اختياركم للعنوان. معرضنا اخترنا له اسم حرفي هويتي بما أنه نحن كمان هلا الأسبوع يوم الاثنين الماضي 18 كان أول كان اليوم العالمي للغة العربية، فنحن اهتمينا بالحرف العربي لأبجديتنا لأنه هي الحرف العربي هو تاريخنا، هو حضارتنا، هو الإرث اللي توارثناه من الماضي، هو لغة التواصل. الحرف العربي هو له جمالية معينة من خلال التواصل والكتابة وأي شيء، فنحن اخترنا عنوانه حرفي هويتي لحتى نورجي الناس أنه بإمكانه نحن نكتب بالقماش على القماش الحروف والأسماء والأبجدية بشكل عام. تمام. يعني قبل ما نستعرض يعني مشاريعكم ومنتجاتكم الموجودة اليوم، خلينا ننتقل لعند حضرتك الأستاذة ليلى وحكي لنا أكثر اليوم شو اللي بيميز اليوم هذا المعرض عن المعارض السابقة، شو الرسالة أو الهدف اللي عم توصلوها من المعرض؟ تماماً. هلأ الرسالة والهدف إنه نحن كان الغاية نعرض بيوم مثل ما قالت اللغة العربية بمتحف الخط العربي معروضاتنا اللي بتخص الحرف العربي واللغة العربيتنا لغة الضاد. والمكان الحقيقة كان له خصوصية كتير، دعم معرضنا بالمتحف، وبنفس الوقت نحن خط سيرنا انه تكون معارضنا ضمن متاحفنا للتعريف عن هويتنا المحليه وهويتنا الثقافيه ومجموعتنا، بنكون هيك اجمعنا باكثر من نقطه بالتعريف على نشاطاتنا وعلى فعالياتنا. تمام. خلينا نكون ضمن اجواء المعرض اكثر ونتعرف عدد السيدات المشاركات اللي كانوا موجودين بالمعرض او منتجاتهم ومشاريعهم اللي كانت موجوده. هلا نحن بمجموعة إبرة وخيط عدد السيدات يفوق 20 سيدة، تقريبا أغلبهم شاركوا بقطعهم الفنية وإبداعاتهم بهالمعرض هذا. كل لوحة كانت تحمل موضوع أو عنوان معين. نحن كبداية ما كنا أول شيء مدخلين الخط العربي على الأقمشة، كنا بداية نصنع القطعة، التدوير الأقمشة عبارة عن مربعات نوصلها مع بعضها بطريقة فنية معينة، نصنع فيها المفارش مثلا أو الشراشف أو المخدات مثلا. بعد منها حاولنا نضيف أشياء ثانية، ضفنا لها مثلا شغل الكروشيه، بعد منها ضفنا لها مثلا التطريز مثلا، بعدين هلا نحن حاليا اضفنا الخط العربي. خلينا نوضح نشرح عن الشيء اللي جايبينه اليوم. تمام. نوضح للمشاهدين يمكن قد ايه فيها جهد، قد ايه فيها وقت. تمام. نوع القماش المستخدم، الحروف المستخدمه، خلينا نحكي عنهم اكثر. بالنسبه للقماش انا اللي استخدمته هون قماش المخمل. في اقمشه كثير ممكن استخدمها بس انا هذا لانه ما بينسل. تمام. حتى الكتابة استخدمت لها القماش المخمل حتى تكون طريقة تثبيته بالإبرة والخيط يعني سلسة وسهلة. وقديم نشوف يمكن هدول الشغلات إعادة تدوير، يمكن قطع موجودة عنا بالبيت ما عم نستعملها أو نسيانينا، قادرين نحن نصنع منها قطعة جديدة. خلينا نحكي كمان عن هدول القطع، قديه استغلت معك وقت؟ تماما. الغاية أنه نستخدم إعادة تدوير لكل قطع موجودة لدينا. ما بنشتري أبدا قطع موجودة جينز، قطع موجودة قطنية تكون مثل عم تقول ست صباح، أنه نختارها ما تنسل لسهولة العمل. ومنطبقها إذا لاحظت هدول قطع الجنزية استخدمت أكثر من لون فيها، دخلت عليهم التطريز، ممكن ندخل عليهم كروشيه أو ندخل عليهم الأحرف. وطبعا السيدة السورية هي اللي أبدعت بإعادة التدوير والاستفادة من بقايا
القطع الموجودة إلها ممكن تطورية من فكرة كبيرة لفكرة بسيطة، يعني شرشف تقطعي تساوي منه أكثر من فكرة، بتوصيله بإعادة تدويره لمريولة لفوطة. يعني السيدة السورية كتير إنسانة مدبرة وإنسانة بتحب العمل اليدوي، وعم تملأي وقت فراغك بشيء مثمر وشيء مفيد وشيء بدم السيدة السورية والست بخاصة إنها تحب ترتب بيتها بهالأشياء المتوفرة بين إيديها. تمام، عم نحكي عن السيدة السورية، وفعلا هي أثبتت حالها بكثير من المجالات رغم كل الظروف الصعبة. صحيح. يمكن عم نلاحظ بهي الفترة كثير من السيدات عم يلجأوا لمشاريع الهاند ميد والحرف اليدوية. خلينا نوضح شو اللي بيميز اليوم مشروعكم عن باقي السيدات. مشروعنا نحن بيتميز بأنه شغل يدوي بالإبرة والخيط، دخلنا التطريز، دخلنا مثل ما قلت لك الحرف. هلأ هو بده صبر، بس بالنتيجة عم تطلع قطعة فنية يعني متكاملة. أحد الزوار سألتنا أنه معقولة عم تكتبوا بالقماش على القماش؟ قلنا لا، إيه طبعاً نكتب. سابقاً هو كانوا يكتبوا على الجلود أيام الملوك، يبعثوا الرسائل على الجلود، بعدين صار الكتابة على الخشب وعلى المعادن وعلى الفخار. نحن حالياً عم نكتب بالقماش على القماش. الجمالية بتظهر، جمالية الخط، الحروف العربية خارج الورق. فعلاً خارج الورق تظهر جمالية الخط العربي. طيب خلينا نوضح أكثر القطعة الموجودة هون، نحكي عنها طريقة الشغل اللي استخدمتوها اليوم. هلأ مثلا هذا المفرش مثل ما قالت توصل بقطع بقايا قماش بغرز تطريز بسيطة، غرزة السراجة، باستخدام ألوان بقايا، حتى ألوان خيطان موجودة لدينا، ونزلنا عليها بعدين بشكل نافر الأحرف. خدمتني الفكرة وعطتني فكرة قيمة. في عنا هون استخدمنا عبارة كن عونا للناس دوما غرزة تطريز. نحن عنا بمعروضاتنا معظمها بالمعرض، معروضة بالمتحف، نتمنى زيارتكم. وحتشوفي كتير في مشغولات ويدوية، حتى ما نوهنا للخيش، استخدمنا بأحد الخامات اللي استخدمناها خامة الخيش، كتير عطتنا نتيجة كتير حلوة، موجودة متوفرة بين إيدينا وبغرزة بسيطة اسمها الغرزة الشرقية، نفذنا منها فيها أفكار. حتلاحظي هون مثلا الحقيبة بهي الغرزة مساوينا رسمة فراشة. بالمعرض في كمان مفرش معمول بنفس الغرزة، معمول شجرة، معمول أفكار كتير حلوة على نفس الخامة، بأفكار بسيطة بخامات متوفرة لست البيت، من الخيش، من بقايا خيطان، ممكن خيط حريري، ممكن خيط تطريز، ممكن خيط صوفي. يعني أنا مفتوح أمامي الخيارات، عديدة موجود بكل الأمور. طيب بتشتغلوا حسب الطلب أم ممكن حسب أفكار معينة ممكن تجيبوها من الإنترنت أو من الواقع تشوفوا قطعة وتشتغلوا عليها؟ طبعاً بالحالتين حسب الطلب. بمعرضنا كان في واحدة من الصبايا أنه حابة تكتب اسمها على الجزدان، طلبت من إحدى السيدات أنه ممكن تنفذي لي هالفكرة هي، فعلاً نفذت لياها وأمنت لياها. ممكن عنيت أي صورة، أي عمل، جزدان، مفرش، بيت مخدة، طبعا كله بيتنفذ على القماش. اليوم يمكن السوشيال ميديا هي مثل ما بنقول سلاح ذو حدين، ممكن تكون مفيده وبنفس الوقت لا، لكن اليوم المشاريع المهمه، مشاريع الهاند ميد، هي لحتى تنجح اكثر وتكون معروفه بحاجه لتسويق لحتى الناس تعرف اكثر عن مشروعكم. خبرينا اكثر عن طريقه التسويق اللي بتتبعوها اليوم لحتى تعرفوا الناس اكثر عن ابري وخيط. تماماً، أكيد مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مجموعاتنا على الفيس، من خلال مجموعاتنا على الواتس، زياراتنا الميدانية، أنا كمدرسة، زميلتي كفنانة تشكيلية، الأخرى سيدة بيت، عم ننتشر بدمشق، بأطراف دمشق، حتى يعني مجموعاتنا من خلال الفيس وصلت لخارج سوريا. أنت بتعرفي أبنائنا انتشروا بخارج بقاع الأرض، بيبعتونا أحياناً أنه حابين هاي القطعة، بيحجزوها، نفذونا مثل حجزي ليها، أنا بس أنزل بدي أخذها منك، نفذي لي، أو حتى أحياناً بيطلبوا مشورتنا أنه نساعدونا كيف ننفذ. يعني بيكونوا هنا بيمتلكوا المهارة ينفذوا هالشي، بس بدهم مين هيك يوصلهم لهالطريق. يعني كتير بالعكس مواقع التواصل كتير عم تساعدنا، ونحن كتير عم نسعى بكل، لا واليوم نشكر استضافتكم، يعني إنه كمان حتسهل
الأهل، وزارة الثقافة كمان كتير عم تستضيفنا بمعارضنا بالمتاحف بمراكز الثقافية، كمان هذا كله هذا عم يساعد على نشر مجموعة أعمالنا مجموعة إبرة وخيط. أكيد، خبرينا أكثر عن تفاعل الناس اليوم الموجودين ضمن المعرض على المشغولات اليدوية الموجودة، كيف بتكون آراء الناس؟ يمكن بتلاحظي إذا كانت القطعة على أرض الواقع بتكون تفاعل الناس معها أكثر، بيشوفوا القطعة أكثر جودة أكثر من أنه يشوفوها على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي. خبرينا على التفاعل اليوم الموجود. نحن من خلال معرضنا حرفي هويتي أتحنا الفرصة للزوار للتأمل لتأمل الإبداعات الموجودة وتذوق جمالية الخط العربي المترجم على القماش. فعلا هن تفاجؤوا يعني باللوحات، هن عادة مثلا لو رسم تشكيلي مثلا رسم الألوان الزيتي، بس القماش أبدوا إعجاب هون لأنه كان عنا لوحات كتير عددها كبير وكل لوحة كانت عم تحكي قصة وحكاية. هلأ في عنا بعض اللوحات مثلا كانت عم تحكي قصة قروية عم تعتني ببستانها مثلا، إحدى اللوحات كانت عم تحكي قصة حي شعبي ترجمته إحدى السيدات المبدعات عنا بالمجموعة إبرة وخيط على القماش، حتى يعني وضحت على القماش تفاصيل كل الحي، الجدار، الأرض المرصوفة بالحجر، شجرة النارنج أو الياسمينة، العلية اللي كانت بالحي الدمشقي القديم، الأرميد. فهن أبدوا إعجابهم فعلا يعني وتفاعلوا بشكل كتير حلو مع هاللوحات هي الفنية. أكيد. اللي فيها إبداعات. ست ليلى، هيك نصائح أخيرة لكل السيدات اللي حابين اليوم يفتحوا مشروع خاص ويلجأوا لمشاريع الهاند ميد والحرف اليدوية. وبتترافق على فقرة ست صباح أنه نحن بالمعرض تبعنا مشكورة أمينة المتحف السيدة إلهام محفوظ استضافتنا وأساحتنا هالفرصة، استضافنا ورشة نشرح فيها كيف نطبق أفكارنا، واستقطبنا الحقيقة من أبناء الحي من الزوار اللي عم يمروا من أمام المتحف، فاتوا تفرجوا حضروا هاي الورشة، وكمان في الفنانين التشكيليين حضروا منها جزء، ومهدت هالشيء أنه اطلعوا على العمل تبع الورشات وتبع الإبرة وخيط، ومشكورين لاستضافتكم. وشكرا لكم ولوجودكم معنا لليوم.